شهدت مدينة قازان فعاليات أيام الثقافة العربية، احتفالية سنوية انطلقت منذ أكثر من 12 عاما بتنظيم من جامعة قازان الاتحادية وبالتعاون مع الطلبة الدارسين للغة العربية وغيرهم من المهتمين بالثقافة العربية في عاصمة تترستان. خصص المهرجان هذا العام للمملكة المغربية، إذ قدم معرض للأعمال اليدوية والعطور تخلله حفل للموسيقى الشعبية المغربية، إضافة إلى فرصة تجربة المأكولات التي يتميز بها المطبخ المغربي. وقد تم توزيع هدايا رمزية على المشاركين تمثلت في تحف مغربية تقليدية. شارك في الاحتفالية التي استمرت ليومين طلاب الجامعة الاتحادية في قازان والجامعة الإسلامية الروسية ومدرسة المحمدية الإسلامية الدينية. هذا وحضر الأمسية سفير المملكة المغربية لدى روسيا عبد القادر الأشهب.